أكو شباب الدرس الخامس عشر دورة إنشاء نظام حضور الغياب. خلصنا الدرس الماضي إنشاء قاعدة بيانات السبجكت المواد. نجي هسه أنا في فيديو كود نشأ نسوي صفحة جديدة اسمها السب احنا لعبنا الدرس الدرس قبل الماضي تعبنا بصفحة الانشاء كود ناخذ نسخ نجي هنا يعني تقريبا نفسها بس نغير بعض الشغلات لا يكون حتى اختصار على الوقت بس نغير من المعدات هنا بدل ما اسمه كورس فورم نكتب سب جيت نجي بدل ما كورس سب جيت نعم عند الديسكربشن نفس الشيء نجي هنا عندنا الثابتات سيف وكانسل نجي هنا شوية هنا عندنا كورس ليست نغيرها سب جيت ليست نجي هنا هذا نفس الشيء الهاشتاج هنا عندنا كورس نغيره بالسبجكت سبجكت نعد الاكشن عملية حذف تعديل او حذف نجي هنا شوية نغير المتغير نصير سب جكت وكده حيحبين من جدول السبجكت جد ضابطات كده نفس الشيء نعدك راح يتغير هذا سب سبجكت نجي بعد من التغيير عندك هنا راح يتغير لأن السب جكت بعد ما راح يتغير هنا عندنا راح يتغير حيصير سب جكت هنا راح يتغير همينو دارت سبجكت هذا سبجكت هنا راح يتغير إذا عندنا description ثابتة هنا عندنا delete هم كذاك على التليف هنا راح يصير delete sub نرجع فوق نصير نسويها اللي هي وين هاي Subject. ناخذها نسخ بعد فينا نجي على السكريبت هذا اللي يبقى نفسهن هنا عندنا بدل ما سيف كورس بين انا اعرف هذا بعد الناس سي سب نجي بعد شيء عندنا تغييرات بدل ما edit course احسن subject subject ما عندنا manage course راح يصير manage subject هنا عندنا راح يصير subject subject
subject data subject now delete course راح يصير شو اسمه delete subject لا نغير التسميات وعندنا عندنا ولا سنشأهن طبعة الأدمين والأجاس غير فاكشن ما دريد أسن غير نكتب سبجيت راح يصير دريد سبجيت عشان نغير هاي خلصنا هاي جاءت عليها بسيطة خلصنا صفحة الـ Subject PHP يعني كوبي بيست من صفحة الكورس غيرنا بعض الشغلات اللي نحتاجها نسرع التنفيذ نسرع الفريش نجي على صفحة الـ Subject هذا اللي عندنا تقريبا نفس صفحة الكورس يعني سبجكت خلصنا درس اليوم ان شاء الله في الفيديو الجاي مع السلامة